ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية ينضم إلينا الصحفي سردار جوهري. صباح الخير سردار. خير إسماعيل، صباح الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. سردار، نبدأ من التطبيع بين أنقرة ودمشق. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن هناك اجتماعا في المستقبل القريب بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران للنظر في التطبيع. اليوم هل تخدم المزاجية التركية أي المواقف المتغيرة للنظام التركي مع التطبيع مع سوريا؟ نعم، لا أعتقد أن تركيا في الوقت الحالي في وارد تقديم تنازلات أو تحقيق الشروط التي طلبتها دمشق فيما يتعلق بموضوع المصالحة. ومن الواضح أن روسيا تضغط بقوة في هذا الاتجاه، هي تعمل على مستويات مختلفة، فهي من ناحية تحاول الضغط على الحكومة السورية للقبول والجلوس مع النظام التركي دون أي وجود أي مؤشرات على أن تركيا ستنهي انسحابها للأراضي السورية أو تتوقف عن دعمها للإرهاب، وهي الشروط التي تعود وتكررها الحكومة السورية. لكن في رغم ذلك فنلاحظ أن موسكو تضغط وتكثف الجهود والمحاولات والاتصالات بغرض تحقيق اختراق في هذا الموضوع والجلوس معا كرباعية، وهنا نتحدث عن طهران وموسكو ودمشق وأنقرة. طبعا ربما تنجح موسكو في قادم الأيام بهذا الشأن، لكن من الواضح حتى الآن أن دمشق متمسكة بمواقفها فيما يتعلق بشروطها للمصالحة مع تركيا. من جهة أخرى طبعا روسيا على مستوى آخر هي تحاول استمالة الجانب التركي وتمنيه ببعض النتائج أو بعض الفوائد التي والأرباح التي ستجنيها إن حصل هناك تقارب مع دمشق. طبعا موسكو من المعروف أنها تستخدم أنقرة حاليا لمواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أو حتى لإحداث خلخلة في نظام أو في النظام العسكري العالمي، وهنا نتحدث عن الناتو. هي أهداف روسية كبيرة ربما وأحلام تعلقها على موضوع المصالحة بين أنقرة ودمشق، فهي هنا تلعب على حبال كثيرة وتضغط في هذا الاتجاه. وربما نشهد في قادم الأيام أن يكون هناك جلوس على طاولة الحوار والمفاوضات، والمفاوضات فقط، لأنني لا أعتقد، وأنت ذكرت أن هناك مزاجية لتركيا، لا أعتقد إطلاقا في الوقت الحالي أن تركيا ربما تخرج، لا يوجد أي احتمال لخروج تركيا من الأراضي السورية أو التوقف عن دعم المجموعات الإرهابية في شمال غرب البلاد وفي المناطق المحتلة في شمال سوريا. وهذا يدعونا بالتأكيد إلى التأكيد مرة أخرى أن موضوع التطبيع غير ماضي في طريقه، لكننا نجد موسكو تبحث لها عن طريق في الإعلام للترويج للتطبيع أكثر فأكثر. نعم. طيب سردار، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، إلى البحث عن هدنة في غزة، مئات آلاف الإسرائيليين في الشوارع، هل يستجيب نتنياهو لضغوط المحتجين؟ يعني كنا تحدثنا في مرات سابقة إسماعيل أن الظروف الحالية هي الظروف ملائمة أكثر من أي وقت مضى ربما للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعتقد أيضا أن الوقت الحالي بات أيضا يسمح أو ظروف ملائمة وملائمة جدا، خاصة بعد استعادة الست أسرى لدى حماس، ست محتجزين وهم مقتولين. هذا الأمر شكل صدمة كبيرة وحالة غضب داخل إسرائيل. رأينا دعوات غير مسبوقة لإضراب عام اليوم ينفذ، من المقرر أن ينفذ اليوم في إسرائيل. نقابات عمالية، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا إلى تظاهرات أو إلى احتجاجات واسعة. هناك احتمال كما ذكرتم أن تتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون وفي مناطق أخرى، ربما يكون هنالك شلل يصيب الحياة العامة في إسرائيل، وهذه ضغوطات كبيرة وكبيرة جدا
على نتنياهو، بالإضافة إلى أن حكومته وزير الدفاع يواف جالانت أيضا يحاول الضغط على نتنياهو فيما يتعلق بموضوع محور فيلادلفيا والانسحاب من الحدود بين مصر وقطاع غزة والتظاهرات غير المسبوقة التي خرجت أمس ليلة أمس، يعني كل ذلك يعني يشير إلى أنه ربما يعني في قادم الأيام ربما يمكننا الحديث عن توافقات أو التواصل إلى توافقات بضغط أيضا من الأطراف، وهنا نتحدث عن الوسطاء، يمكن التواصل إلى اتفاق ينهي الأعمال القتالية في قطاع غزة. طيب سردار، يعني فيما ذكرت يعني في هذه الجزئية الأخيرة دور الوسطاء، وأيضا يعني أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة بايدن تعتزم طرح مبادرة الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة، برأيكم هل ستتم الصفقة أم تنتهي المفاوضات؟ يعني واشنطن تحدثت في وقت سابق عن موضوع أنها فرصة أخيرة أم لا، لكن يبدو أنها متأكدة أن الفرصة الحالية أن نتنياهو في الوقت الحالي سيوافق على الشروط أو ربما سيوافق على مجمل بنود الصفقة التي يعني ربما هي متأكدة أن البنود التي طرحتها ستحظى بموافقة من جانبي حماس وإسرائيل بنفس الوقت، وأنا أرجح أنه سيتم التواصل إلى اتفاق في الأيام القليلة القادمة، لأن الأمور وصلت إلى مستويات غير مسبوقة سواء من ناحية الأعمال القتالية أو عدد الضحايا أو فيما يتعلق بموضوع الرهائن، يعني ونحن نشارف على سنة من عمر هذه الحرب التي لم تؤدي إلى نتيجة. أعتقد أن تصريحات واشنطن هنا تشير إلى أنه ربما يمكننا الحديث عن هدنة وربما إنهاء الحرب نهائيا في قطاع غزة كما ذكرت لكم خلال الفترة القادمة. الصحفي سردار جوهري، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.